يا شباب نكمل إن شاء الله في كتاب أيها الولد المحب، واسمه خلاصة تصانيف التصوف. اسم الكتاب خلاصة تصانيف التصوف. توكل على الله سيدي. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين. آمين آمين. وينبغي لك ألا تغتر بالشطح وطامات الصوفية. شطحات الصوفية. التصوف له 1000 تعريف، 1000 محسوبة. هل هو مأخوذ من الصوف؟ لأن الفقراء كانوا في الماضي يرتدون الصوف. هذا رأي راجح ورأي قوي. مأخوذ من الصفاء، من صفى قلبه. كانوا يقولون صفائي ليس صوفي، لكن هو رأي قوي أن الصوفي سمي صوفي لأنهم كانوا يرتدون ملابس الفقراء، وملابس الفقراء زمان كانت من الصوف. النهارده الصوف يرتدي الأغنياء، صوف صار غالي، لكن الدنيا كده سبحان الله كل يوم في شأن. زمان كان رخيص الآن غالي، سبحان الله. إيه بداية التصوف؟ بداية التصوف زهد في الدنيا، ولذلك الصوفي زاهد. يعني إيه زاهد؟ يعني ترك الأمر إلى الله. هذه معنى كلمة صوفي. صفى قلبه لله. الجني التصوف هو الاعتصام بالكتاب والسنة وترك ما عداهما. صوفي أن يأكل من عمل يده. صوفي أن تكون الدنيا في يده ليست في قلبه. صوفي أن يرضى بالقليل. صوفي أن يصبر إن ابتلي. صوفي ينظر إلى أنه أقل الناس. 1000 تعريف. ليس عندي مشكلة، ليس عندي مشكلة. أبو ذر الغفاري كان عنده مبدأ أن المال إذا فاض عن حاجته يخرجه. هذه مدرسة، وهي مدرسة صعبة. يعني أنا أحتاج كم؟ أحتاج 100 جنيه، خلاص أنا عندي 150، إذا في 50 أنا أخرج. ليه مولانا أبو ذر؟ قال: نحن نأخذ الكفاف، نحن جئنا في الدنيا لا نجمع المال، نحن جئنا في الدنيا لماذا يا مولانا؟ حتى نعبد الله. فما فاض عن حاجتنا لا نريده، نتصدق به، نخرجه، مدرسة. أبو بكر الصديق يا سلام، كان يقول: غني شاكر. خير من فقير صابر. عندي اثنين، فقير ابتلاء والغنى ابتلاء، الاثنين ابتلاء. فمن أعطاه الله مالا اختبار، ومن أخذ الله منه المال اختبار. وعلى العبد في كل الأمور أن يقول الحمد لله. الفقير ابتلاءه بقدر فقره، والغني ابتلاءه بقدر غناه. طب لماذا التقسيم بين غني وفقير؟ في رواية: إن الله اطلع على العباد فعلم أن أناسا لا يصلحهم إلا الغنى فأغناهم. إن لله عبادا لا يصلحهم إلا الغنى فأغناهم. وإن لله عباد لا يصلحهم إلا الفقر فأفقرهم. لكن هنا خير وهنا خير. فالفقير يصبر يأخذ المال، يأخذ الحسنات، والغني يشكر يأخذ الحسنات. طيب، الغني تمتع في الدنيا يتأخر في الحساب، الفقير لم يتمتع في الدنيا يحاسب بسرعة. أنا عندما أتي مولانا عندك إيه؟ مولانا يأتي عنده كتب، خلاص السلام. لكن مولانا عنده ذهب،
تعالى في ضريبة، مولانا عنده بضائع في ضريبة، مولانا سافر إلى ماليزيا وجاء ومعه مثلا كثير أوي يدفع ضرائب، مولانا جاي من ماليزيا ليس عنده شيء، لا يدفع ضرائب. إذا غني تدفع، فقير تمشي بقدر ما وهبك الله من نعم، بقدر ما كان الاقتدار. ويبتلى المرء على قدر دينه، ومن هنا أشد الناس ابتلاء الأنبياء، أشد الناس ابتلاء الأنبياء سبحان الله. طيب التصوف، منهم من قال أبو بكر رئيسه، لكن معظمهم يقولون سلمان الفارسي. سلمان الفارسي نعم. هو ما معنى تصوف؟ زهد. كل الصحابة كانوا أهل زهد، فصوفي زاهد ليس عندي مشكلة، أنا عندي مشكلة فيما يفعلون. طيب كل صحابي كان له طريقة في العبادة، كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر قال أنا أنام ثم أصلي، سيدنا أبو بكر قال أنا أصلي ثم أنام، الرسول لم يعترض. ابن مسعود كان لا يصوم إلا رمضان، ليه مولانا؟ قال أنا إن أصوم لا أقوى على قراءة القرآن، وإن أفطر أقرأ القرآن، وأنا أحب القرآن. نحن الآن نترك الدرس ونصلي قيام الليل ولا نسمع الدرس أفضل؟ قيام الليل أنت وحدك، لكن الدرس كل يستفيد. ومن هنا العلم أفضل من النفل المطلق. ده عند مين؟ الإمام الشافعي. هذه طريقة الإمام الشافعي، شفت الطريقة؟ طيب ابن عباس طريق العلم، وصل إلى الله بالعلم. سلمان الفارسي الزهد. أبو ذر الزهد والتقشف، كان يسمى بمحامي الفقراء. عمر بالسياسة والحكمة. أبو بكر بالصدقة وبذل المال. علي بالقوة والجهاد. عثمان بالسخاء. بلال بالأذان. كل صحابي كان له طريق يخص، وصل إلى مين؟ إلى الله. هل نقول من هو أفضل؟ كله جيد، لكن في واحد يصل بالطائرة، في واحد يصل بأوتوبيس، في واحد يصل بتاكسي، في واحد يمشي على قدمين، في واحد يصل بموتوسيكل. الكل سيصل إلى الله، لكن مع تفاوت في بعض الطرق. مين شيخ الطريقة؟ ولي من الأولياء، نحن نظن، لكن الذي يعلم الحقائق الله. هذا الولي كان يقرأ أوراد. ما هي الأوراد؟ إن كانت كلام يرضي الله ورسوله فبها ونعمة، كلام يخالف القرآن والسنة لا نريده. الموضوع بسيط خالص. الالتزام بولد معين عادي، ده نظام، نوع من أنواع النظام. النهارده في الجيش العسكري يصحى الساعة 6، يقف طابور، يقول كلمات معينة في الطابور، يحيي الجمهورية، له عمل 4 ساعات، يأكل الساعة 2، العشاء الساعة 8، قانون. هذه طريقة، دي طريقة. صاحب الدكان ينظف الدكان مرة الساعة 9 صباحا عندما يأتي، مرة ظهرا، مرة قبل أن يمشي. دي طريقة، دي طريقة. واحد يفعل صيانة على السباك، على الكهرباء، مرة كل يوم، يومين، ثلاثة. دي طريقة، وكل يدعي أنه يصل إلى الله، والله لا يخيب من رجاه. فكل من طرق الباب وصل، لكن في واحد يصل بسرعة، واحد يصل ببطء. إيش شطحات يا مولانا؟ شطحات كلام لا نفهمه، نحن لا نريد أن نستخدم مثل هذه الأمور. فإذا تكلم الناس بكلام الناس لا تفهمه مشكلة. الحلال قالوا كافر، قالوا من أكابر الأولياء. أنا ماذا أفعل أنا؟ أنا لم أرى الحلال، أقول أنه كافر قد يكون مسلم. أنا مالي؟ أسأل الله أن يعامله بما هو أهله، خلاص.
لكن أنا أعقد ندوة وأقول أن الحلاق كافر، فالآن يوم القيامة اتضح أن الحلاق مؤمن، ماذا أفعل أنا؟ يعني أنا أعمل إيه؟ من قال لي مسلم يا كافر إما أنت وإما هو. شوف شيخ علم ودروس ومذكرة وانتقالات وقراءة كتب وتأليف كتب، وفجأة الشيخ كل ما فعل راح لأنه قال أن فلان كافر. أنا مش فاضي أضيع عمري كله في الحسنات لأنني قلت لفلان أنه كافر. إن كان مجمع على أنه كافر لما لا أعترض، لكن يوم القيامة ظهر أن الحلاق من أكابر الأولياء، أنا ماذا أفعل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالإيه؟ مين أنت حتى تحارب الله؟ قال السيوطي في الإتقان أن أشد ما في القرآن: ويحذركم الله نفسه. يعرفون الشيخ متواضع يضحكون على الشيخ، يعرفون الشيخ قوي وجامد لا يستطيع أن يقربوا من الشيخ. إن البني آدم كده. شوف مولانا، إيه رأيك يوم القيامة أنا أقف مع الحلاق، يا رب الحلاق يطلع كافر، يا رب كافر، كافر يا رب كافر. ليه؟ لأن الحلاق لو طلع مؤمن أنا في مصيبة، صح؟ أنا أقول أن الحلاق كافر، فجأة الحلاق إيه؟ مسلم، أنا في مصيبة. ليه مولانا؟ نترك أمره إلى مين؟ إلى الله. في بعض كلماته أوهمت هذا، هو يقول: ما في الجعبة إلا الله. يعني أنت الله؟ يعني أنت تقول بالحلول والاتحاد؟ يعني أن الله حل في جسدك؟ كافر. رأي آخر: يا مولانا، ما في الجعبة إلا الله، أي ما في الجعبة إلا دليل على وحدانية ووجود الله. ما الدليل على وجود الله؟ الصنعة. فالصنعة تدل على مين؟ أنت صنعة، أنت حادث ولا قديم؟ ما دمت حادث من القديم؟ ما معنى حادث؟ حادث يعني مخلوق. طيب من الذي خلق المخلوق؟ خالق. فما الدليل على الخالق؟ ما في الجعبة. ده تأويل جميل، تأويل جميل. قد يكون قصده هذا. لماذا قتلوا؟ لم يفهموا كلامه فقتلوا. ومن هنا مثل هذه الأمور الرجاء لا نريدها. أدي معنى الكلام. طيب، تناقل الأخبار. سيد البدوي من الأولياء ولا من الأشقياء؟ استغفر الله. هناك من قال أنه كافر. كرامة من كرامات سيد البدوي أنه كان عندما يمشي في الطريق يطلع فوق الدابة ثم يتبول على الناس والناس مسرورون. دي كرامة. يعني في كرامة بهذا الشكل، الشيخ يطلع فوق السيارة والناس مولانا مولانا ثم يتبول مولانا على الناس، يكشف عورته ويتبول على الناس ثم نقول ولي. واضح واضح الكذب. قال مولانا الشعراني: ويدس في كتبي. هذا الكلام الذي أحكيه موجود في الطبقات الكبرى للشعراني. الولي يطلع فوق الدابة ثم يتبول على الناس، موجود في الطبقات الكبرى للشعراني. ثم الشعراني يقول: ويدس في كتبي. أنا في كتبي الناس تضع سم ويكتبون زيادات ويكتبون تحريفات ثم ينسبونها إلي وأنا منها براء. هناك من يقول سيد البدوي من أكابر الأولياء من نسل سيدنا الحسين، ولد وتعلم وحفظ القرآن وكان يصلي بالناس إماما. رأي آخر: لو كان لم يصلي، كان يسكن فوق السطوح ولا يصلي خالص ولا يتحرك. الكلام كثير. فأنا بقى قلت أن السيد البدوي كافر يوم القيامة. تعالى، أنت قلت كافر فصل طلع من الأولياء. فإن كان من الأشقياء الموضوع بالنسبة لي عادي، أنا لم أتهم. وإذا كان من الأولياء الموضوع بالنسبة لي عادي لأنني قلت أنه من الأولياء. ومن هنا
رجاء رجاء. إن لم تحب لا تكره، إن لم تمدح لا تزور. إيه رأيك في السيد لقمان؟ ليس لي علاقة. هنا نقول السيد لقمان فاسق، ما الدليل على أنه فاسق؟ إما أنت وإما هو. طب لو قلت كافر، إما أنت وإما هو. طب وليه؟ ما رأيك في السيد لقمان؟ ليس لي علاقة. الله يكرمه، أسأل الله له السلامة، أسأل الله له الهداية، عامله الله بما هو أهله. نفس الفكرة أيضا، قالوا ابن تيمية كافر ولا مسلم؟ نفس الفكرة. هناك من يقول ابن تيمية مؤمن من أكابر الأولياء والعلماء، وهناك من يقول أن ابن تيمية كافر. لا لا، بالراحة شوية، بالراحة شوية، لا نكفر واحدا من أهل القبلة. يوم القيامة طلع ابن تيمية من أكابر الأولياء، أنا قلت أنه كافر، روح يا الله. طلع غير أهل الله، وأنا قلت أنه من أهل الله. ليس هناك مشكلة، لأن أخطئ في العفو خير من أن أخطئ فيها في العقاب. إذا كان الكلام يحتمل وجهة نظر جيدة ووجهة نظر سيئة، وجب علينا أن نحمل الكلام على وجهة النظر اللي هي الجيدة. فهمتم يا أهل الله؟ كل الطرق مبتدعة، ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ يقرؤون القرآن، القرآن بدعة، يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة، الأعداد خليك معي. جاء رجل فوجد مجموعة من الناس في المسجد تذكر الله وتسبح الله الله بأعداد جماعة، فذهب إلى أبي موسى الأشعري وقال له: أدرك هؤلاء الناس، إنهم يفعلون كذا وكذا وكذا في المسجد. فجاء مولانا أبو موسى الأشعري وأخذ يتكلم معهم، ثم قال لهم: إنكم ضللتم. ثم قالوا: وجدناهم يحاربون مولانا علي في صفوف الفتنة والخوارج. هذا الكلام لم يصح، مذكور كثير. سمعتم هذه القصة قبل اليوم؟ يعني سيدنا أحد الصحابة وجد الناس في المسجد النبوي يذكرون الله، مثلا يعني سبحان الله سبحان الله 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 كده مثلا، فقال ضلوا. فذهب إلى أبي موسى الأشعري قال لهم: إنكم تذكرون بصوت مرتفع، هذا ضلال وهذا بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعني من يقول سبحان الله في النار؟ طب من يدخل الجنة؟ يعني إذا قال إنسان سبحان الله يدخل النار، ماذا يقول؟ الكلام لازم يحسن، لازم يعقل. ثم بعد ذلك الراجل يقول: رأيت هؤلاء الناس في صفوف الخوارج، يعني مبتدعين، يحاربون مولانا. مين؟ هذه القصة لم تثبت، لم تثبت. فأنا ليس عندي قضية مع أحد، أنا قضيتي ماذا يفعلون. لو نعرف ماذا يفعلون خلاص. هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسك بكتاب ويشرح؟ لم يرد. إذن بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يعني الأمر في صعوبة. هل كل ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى بدعة؟ ما معنى بدعة؟ ليس عندي حكم شرعي اسمه بدعة. هم حرام، استحب، واجب، مكروه، جائز. لكن كل أمر مستحدث بدعة نسبحها بدعة. طيب الموبايل ليس بدعة؟ صحيح، بس الموبايل ليس بدعة؟ نظارة ليس بدعة؟ بطاطس في الزيت ليس بدعة؟ سيابكم ترتدون كلها. الرسول لم يرتدي هذه الملابس، الرسول لم يرتدي مثل ما ترتدون من الملابس، بدعة، كل بدعة. يعني يعني في النار، كله في النار، من في الجنة؟ ومن في الجنة؟ وهل الرسول كان يرتدي؟ حياة النهاردة واحد يلبس ثياب كما كان يلبس الرسول صلى الله عليه وسلم، من غني من فقير، من عربي من أعجمي. الرسول كان يركب سيارة؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يركب بيت دورين؟ سيدنا عمر وجد بيت من طابقين، أمر الرجل أن يهدم الطابق الثاني، قال: البيت من طابق واحد فقط.
الإسلامي. لو نحن الآن نفعل كل البيوت من طابق واحد، إيه رأيكم؟ صح صح. عقار فيه 100 شقة، 200 شقة، في عقارات فيها كثير، كيف نفعلها؟ لكن المريض هذول أكبر مبتلعين، عندهم عمارتين كبار خالص كده، مبتلعين في كولالامبور ولا في سلنجور، عمارتين كبار كده بدع. رايحين فين؟ رايحين يطلعوا حتى يسمعوا الملائكة؟ فأتبعهم شهاب ثاقب، يعني يفعلون هذه الأعمال الطويلة علشان الشيطان يطلع في أمان؟ أيوة، ما كانت الشياطين تحمل بعض حتى تستلق لها سمع، أنت عملت له برج يطلع فوق. يعني الكلام يا أخوانا بالراحة شوية. جمع القرآن الكريم في مكان واحد في كتاب واحد بدعة، لكن بدعة واجبة. إن لم يفعلها أبو بكر لضاع القرآن. الرسول لم يعطي درس يوم الاثنين بعد صلاة العشاء، الرسول لم يعطي درس، يبقى هذا درس بدعة وكل بدعة ضلالة، يعني ما جسنا لا يدخلنا النار. بالراحة شوية، بالراحة شوية. الحكم على الشيء فرع عن نهاية، عن تصوره، وكل أمر مستحدث له أصل من الدين أخذ حكمه. كل أمر مستحدث في الدين يعود إلى مين يا مولانا؟ إلى الأصل. إذا كان له أصل أخذها حكمه. ما حكم أكل المكرونة؟ الرسول لم يأكل مكرونة. حكم أكل المكرونة حرام، من يأكل مكرونة مبتدع، وهم كل مبتدع في النار. المكرونة في النار، أيوة. المكرونة في النار، أيوة، لكن ليس من يأكل المكرونة في النار. يعني المكرونة لا تعذب مرتين، مرة في بطنه وهو يدخل النار ومرة. الموضوع ده لازم يفهم، لازم يعرف. يا مولانا المكرونة دي دقيق، بيض، بعض المكونات الحلال، دخلت المكنة، دخلت النار، خرجت من النار، حلال. لكن الخمرة حرام. نحن نفعل طعام، نحن نفعل أرز بالخمر، بدل ما نسقي الأرز ماء نسقيه خمراً. حلال ولا حرام؟ حرام، لأن الله حرم لها خمر. طب نحن نسقي الأرز طماطم وصلصة وماء، حلال ولا حرام؟ حلال، لأن الطماطم أمور محللة أحلها الله. إياك وشطحات الصوفية، يعني كل فريق من الفرق في خير وفي شر، خذ الخير واترك الشر، خذ ما يوافق الكتاب والسنة واترك ما يخالف الكتاب والسنة. خلاص يا أهل الله، قل يا دنيا. لأن سلوك هذا الطريق يكون بالمجاهدة. إيه بالمجاهدة؟ يعني محاربة النفس. إيه معنى هذا الكلام؟ عدنا من الجهاد الأصغر. إيه الجهاد الأصغر؟ حرب. من إيه الجهاد؟ ده من المسدس كده نضرب بالسيف خلاص، إما تقتل فأنت بطل، وإما أن تقتل فأنت شهيد، موضوع بسيط. لكن عدنا إلى الجهاد الأكبر، نحن نجاهد النفس من الكذب ومن الغش ومن البهتان ومن الرياء ومن النميمة ومن الكبر و و و و و و ونجاهد النفس من فعل الحرام إلى فعل الحلال. الموضوع كبير، الحرب ساعة ساعتين يوم يومين، لكن مجاهدة النفس كل وقت كل يوم. ومن هنا عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد لها. الجهاد الأكبر محاربة الشيطان، مجاهدة النفس، التحكم في النفس، مقاومة الأعداء الأربعة. مين أعداء الأربعة؟ اكتب يا سيدي. إني ابتليت بأربع ما سلط. إني اتهمت بأربع ما سلط، إلا لشدة شقوتي وعنائي.
إلا لشدة شقوتي وعنائي. إبليس والدنيا ونفسي والهوى. إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ إني تهمت بأربعين، ما صليت إلا لشدة شقوتي وعنائي. إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ الله اختبرني، الله ابتلاني بأن سلط علي أربعة. هؤلاء الأربعة كيف أنجو منهم؟ إبليس. مين إبليس؟ إبليس ده راجل لطيف جدا، خلق بالنار وهو أبو الجن، طرده الله من السماء الأولى لأنه عصى الأمر وهو أول من يعصي. ما سبب المعصية؟ سبب المعصية الحسد. عندما رأى آدم يخلق فظن أن آدم عندما يخلق سيكون أعز عند الله، سيكون أعز عند الله. إبليس ماذا فعل له آدم حتى يكرهه؟ لم شيء، آدم لم يخلق، لسه آدم عادي. فرأى إبليس آدم وهو يخلق، رأى وهو يخلق، فظن إبليس أن آدم سيكون هو الأفضل عند الله فحسده. ثم يأتي المولى ويقول اسجدوا لآدم. إبليس يقول لا أسجد. ليه إبليس؟ قال أنا أحسن منه. أنت مين يا إبليس؟ أنت عبد، والعبد لابد أن يطيع. كيف تحول نفسك إلى متبجع أمام الله؟ أنت مين حتى تقول لا؟ لكنه استطاع أن يقول لا، تبجح. فقال خلقتني من نار وخلقته من طين، أخرج يا سيدي، أنت ملعون. قال خلاص، أعطيني الفرصة إلى أن أعيش إلى يوم القيامة وسأدخل بني آدم النار إلا قليل. طيب، إبليس عاصي، الدنيا محل الاختبار. ايه محل الاختبار؟ الدنيا. موطن الاختبار؟ الدنيا. مكان الشقاء والعذاب؟ الدنيا. الدنيا ليس فيها راحة. قال مولانا محمد الباقر ابن مولانا علي زين العابدين ابن مولانا الحسين ابن السيدة فاطمة الزهراء بنت المعصوم صلى الله عليه وسلم، من يبحث عن الراحة في الدنيا ضل، لأنه يبحث عن شيء ما خلقه الله في الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لا أقسم وأنت حل وهو، لقد خلقنا الإنسان في، يعني في تعب وفي مشقة، فكيف تبحث عن شيء ما خلقه الله في الدنيا؟ فمن يبحث عن الراحة في الدنيا يتعب، لأنه يبحث عن مجهول. يبحث عن مين؟ أين الراحة؟ الراحة في القبر يا مولانا، الراحة في القبر، هنا الراحة، هنا الراحة، راحتنا في قبرنا، راحتنا في الآخرة. والقبر أول منازل الآخرة، أول منازل الإيه؟ الآخرة. إبليس والدنيا ونفسي، أيوة النفس ثلاثة مولانا. واحد، نفس مطمئنة. ما هي النفس المطمئنة؟ هي التي فعلت الخير واطمأنت له، تصلي وتصوم وتحب وتعتمر وليس للشيطان لها سبيل. عشان كده قال له إلا عبادك فيها، ما تغش عليهم. اثنين،
النفس الأمارة بالسوء. ما هي الأمارة بالسوء؟ التي تفعل الشر واطمأنت به. رجل قاتل يقتل الناس ويأخذ أجرة، لا رجل يعني يفعل الشر وهو مرتاح. آخر يسرق وهو مرتاح. آخر يزني عادي، امرأة تزني ولا تشعر أنها ترتكب الحرام من كثرة ما ترتكب. يقتل ولا يشعر أن القتل حرام من كثرة ما يفعل. طيب إبليس والدنيا ونفسي والهوى، الهوى الميل للشهوات. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. كيف يكون هوايا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن توافقه في الأقوال والأفعال والتقديرات وكل شيء، أن تكون عبدا طائعا لله تبارك وتعالى، تسمع لقوله وتنتهي لنهيه. هنا تكون عبدا رباني. ما هو العبد الرباني؟ من إذا ذكر الله، لا، من إذا رأيته تذكرت الله. من هو العبد الرباني؟ من إذا رأيته تذكرت مين؟ تذكرت الله. خلاص، هذا هو العبد الرباني. العبد الرباني من إذا رأيته تذكرت مين؟ تذكرت الله. خلاص، شوف الشعر يقول لك إيه؟ يا سلام يا سلام على جمال أهل الله، عندما تخرج الحكمة من أفواه أهل الله المحبين الصادقين. إني ابتليت بأربع، يا سلام، ما صلت إلا لشدة شكوتي وعناء إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص؟ كيف أنجو وكلهم أعدائي؟ كلهم اتفقوا أن أدخل النار، حتى نفسك التي بين جنبيك إن لم تتق الله فيها تكون سببا في دخولك النار. لأن سلوك هذا الطريق يكون بالمجاهدة وقطع الشهوة النفس. الطريق التصوف بالمجاهدة وقطع النية، قطع شهوة النفس. كيف يقطع الإنسان شهوة نفسه؟ خالف النفس تصل إلى الله. إذا خالفت نفسك تصل إلى الله. أنا أشتهي الراحة، تعمل. أنا أشتهي المال، تصدق. أنا أشتهي النساء، صوم حتى تحمي نفسك من فتنة النساء. أنا أشتهي ضرب الناس حتى يقولوا أنني قوي. اصبر واحتسب واترك، سامح، اعفو وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. شوف شوف كلام أهل الله برضو. وخالف النفس والشيطان، لأن الشيطان يعمل مع النفس. الشيطان في اتفاق كده، في اتفاق مع النفس. فخالف هواها وحاذر أن توليه. إن الهوى ما تولى يصبي أو يسيب. يا سلام يا سلام يا سلام، ده المردن. سبحان الله. شوف 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 شوف. وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، وإن نصحك الشيطان وإن نصحتك النفس فاتهمها، فإن العدو لا تأخذ منه إيها نصيحة. نفسك عدوك، شيطانك عدوك، كيف تأخذ النصيحة من عدو؟ لو أخذت النصيحة من عدو، عدوك ماذا يريد لك؟ يريد لك الخراب، يريد لك الخراب. واحد يسأل لماذا المشاكل في المسلمين؟ لأن المسلمين تركوا الإسلام وصاروا يسمعون نصائح الكافرين، استحقوا من الله ما يلاقون. ولا المسلم عدو دينه، فصار المسلم مع الكافر يدا واحدة على مين؟ على أخيه المسلم. صار المسلم يتودد إلى الكافر من أجل أن يقوى على أخيه المسلم. أنا مسلم، أنا أتودد إلى الكافر حتى أتقوى به ضد مين؟ ضد أخي المسلم. فصار الإسلام ضعيفا، فصار الإسلام وحيدا، فصارت المشاكل في جميع بلاد المسلمين.
لسماع نصح أعداء الله على 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 المؤمنين والمتدينين. لكن لو عاد الإنسان إلى دينه لوجد الإسلام لا يريد إرهابا، الإسلام لا يريد مشاكل. عندما تأتي لإسس تأتون إسس يقولون الطريق الطريق إلى القدس يبدأ من القاهرة، كيف هم يسكنون في سيناء؟ كيف كيف يبدأ إلى القاهرة؟ يا مولانا سيناء تكس تكس 20 جنيه تروح إلى إسرائيل. داعش يقتلون في إسرائيل ولا يقتلون في المسلمين؟ شوف إلى أن تقول بأسهم بينهم شديد، صارت في المسلمين ليس في الكفار، صارت في المسلمين ليس في الكفار. كيف كيف يفعل هذا؟ كيف مسلم يقتل مسلم؟ سبحان الله، أعداء الدين في أمان والمسلمين في 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 مصائب لأنهم اتفقوا عليه. فصار المسلم يتقوى بالكافر على أخيه من المسلم، هذا حرام. قل يا وقتل هواها بسيف الرياضة لا بد. إيه سيف الرياضة؟ التدريب، صوم، تدريب. شوف الشيخ الآن يجلس معك ساعة ونص تدريب، أول مرة نصف ساعة الشيخ تعبان، ثاني مرة ساعة الشيخ تعبان، بعد كده ساعة ونص الشيخ مش تعبان لأنه يتدرب. أنا لا أصوم، مولانا جرب نصوم اثنين والخميس، مرة نتعب مرة شوية شوية، بعده خلاص، بعده إن أفطرنا الاثنين والخميس سنتعب. رجل كل يوم يصلي الخمس صلوات في المسجد، لو جاء يوم وترك المسجد تشعر أنه مريض. رجل كل يوم يقرأ القرآن، لو جاء يوم من الأيام لعذر لم يقرأ القرآن تشعر أنه مريض. رجل كل يوم يطعم الفقراء والمساكين، لو جاء يوم ولم يجد فقيرا يطعمه تشعر أنه مريض. من ذاق حلاوة الإيمان عرف، من ذاق حلاوة الإيمان هي عرف، ومن عرف التزم. من ذاق عرف ومن عرف التزم. لا بالطامات والترهات. الترهات، ترهات يعني الكلام ليس له أساس، ترهات كلام ليس له أساس، كلام فيه خرافات. ومن هنا قال أهل الله ما أفلح ملتفت. أنت تعرف حالك، أنا الناس كلها تقول الشيخ هشام من أكابر الأولياء، أنا أعرف أن هشام، أنا نفسي أعرف أنني فاسد. إذا لا تغتر بمدح المادحين. أنا الحمد لله كويس جدا وأعبد الله وأحاول لا أعصي، لكن الناس تقول علي فاسد. لا تلتفت لسب السابين ولا لعيب العابين. فمن مدحك لا تغتر، ومن سبك لا تحزن، المهم أن تصلح العلاقة بينك وبين الله. فلو أصلحت العلاقة بينك وبين الله لأصلح الله العلاقة بينك وبين الناس. كن مع الله كان الله معك، وإذا تركت الله تركك كل شيء. قال مولانا الحسن، وإذا أطلق الحسن انصرف إلى الحسن البصري، من خاف من الله، الله واحد، نحن نخاف من الله فقط، من خاف من الله أخاف الله منه كل شيء. صار كل واحد خلقه الله يخاف منه، يعمل له حساب يتقيه. ومن لم يخف من الله أخافه الله من كل شيء. كلام صعب، كلام في صعوبة. لو أنت تخاف من الله فقط الناس كلها تخاف منك، تعمل لك حساب. لكن لو أنت لا تخاف من الله وتخاف من الناس كثير، ستخاف من الدكتور، وستخاف من الكلية، وتخاف من الامتحانات، وتخاف من المواصلات، وتخاف من الجيران، وتخاف من الحرامي، وتخاف وتخاف وتخاف، ستخاف من كل شيء. دي معادلة، شيء قصد شيء. تخاف من الله كل الأشياء تخاف منك، لا تخاف من الله وأنت تخاف من كل شيء. لا يا مولانا نخاف من الله أفضل. ومن يتق الله يجعل له هو ده ويرزقه من حيث لا يحتسب، سيأتيك الرزق من حيث لا تدري. شيخ ماذا فعل حتى يأتي هذا الرزق؟ شيخ لم يفعل شيء، لكن جاء. شوف واحد يدفع فلوس، واحد يصنع، واحد يشتري، واحد يقدم، ثم الشيخ يشرب. ورزق
سقى الله لك. شوف اي حال. واعلم ان اللسان المطلق والقلب المطبق المملوء بالغفله والشهوات. مطلق اي اطلق على اذى الناس، واطبق اي اغلقت ابوابه فلا ينفتح للنور. لسان مطلق ابتلاء، قلب مطبق مغلق ابتلاء. شوف هذه الزجاجه مغلقه لا يدخلها هواء، فنحن نفتحها حتى نستفيد منها. فالقلب المغلق لا يدخل انوار ولا يخرج اي شيء. واللسان المطلق اطلق على العباد بالاذى، ومن هنا جاء اعرابي وقال لخادمه اذبح الشاة واتنا باحسن ما فيها، فجاء بالقلب واللسان. ثم قال اذبح شاة اخرى واتني باقبح ما فيها، فجاء بالقلب واللسان. قال ما دهك؟ افضل شيء هو أقبح شيء. قال إذا صرح صرح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ما القلب؟ قدر. ما القلب؟ قدر. قدر يعني إناء. وما اللسان؟ مغرفة. فأنا عندي في القدر لحم، أنا عندما أغرف أغرف دجاج ولا أغرف لحم؟ القدر. القدر في لحم، قدر الحلة الإناء في لحم. اللسان مغرفة. ها عندما أضع هذا اللسان في قدر القلب، والقلب مملوء من لحم، يخرج لحم ولا يخرج دجاج؟ يخرج دجاج. هذا القدر. القدر ده في ماء صح؟ ده ماء ولا مش ماء؟ عندما أغرف أغرف دجاج ولا أغرف ماء؟ بس خلاص. فالقلب ينضح يخرج ما فيه. من المخرج؟ المخرج اللسان. فإذا كان القلب فيه خير وأنوار، اللسان يخرج خير وأنوار. إذا كان القلب مليء بنفاق وكفر وفسق، يخرج اللسان كفر وفسق. ما اللسان إلا ملعقة مغرفة تغرف ما فين؟ ما في القلب. فنظف قلبك ينظف لسانك. قول سيد بطرس. والقلب المطبق المملوء بالغفلة والشهوة على عمل الشقاوة. الغفلة عن النهاية والمصير. ما هي الغفلة؟ النهاية والمصير. يغفل عن النهاية والما مصير. مين النهاية ومين المصير؟ أنك ستموت وتلقى القبر، والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وحشة في القبر، ظلمة في القبر، نعيم في القبر، عذاب في القبر، وحدة في القبر. هنا ترك الخليل خليلا، وترك الأنيس أنيسة، وتجرد الإنسان من كل شيء. أنا كنت أتعجب لماذا الإنسان يدفن في التراب، ألا يدفن فوق بطانية مثلا؟ يعني نفرش له وسادة، يعني وسادة قماش كده، ثم يوضع الميت فوق. لازم يوضع على التراب، استغفر الله، حتى لو كان رئيس يوضع على التراب. في رئيس فلسطين السابق اسمه ياسر عرفات رحمه الله، سمعنا أنه ياسر عرفات أوصى أن يدفن في القدس، لكن الوصية يعني لم يستطيعوا. فجابوا حوض كبير كده ووضعوا فيه تراب من القدس ثم يدفن. قالوا إن شاء الله عندما نذهب إلى القدس يعودوا، وإن لم يعود نحن دفناه على تراب لها تراب القدس. يعني عندما يدفن في مكان خاص لازم يوضع تراب. يعني ألا يأتوا أوراق شجر من القدس بعطر من القدس؟ لازم يوضع الإنسان في التراب. سبحان الله، أبى الله إلا ذلك، أن يعود الإنسان ترابا كما خلق. فكما خلقت من تراب تعود إليها إلى تراب. فما دمت تعود إلى تراب، لماذا تغتر؟ ولماذا تتكبر؟ ولماذا تعصي؟ ولماذا تأكل حرام؟ ولماذا تسعى في الدنيا كأنك لا تموت؟ أكبر يقين يصدقه الإنسان أنه يموت لكنه لا يعمل فيه.
من منا يظن أنه يموت أبدا؟ أنا أفكر إن شاء الله أنا أسافر، أنا مش عارف أفعل إيه، الله سبحانه وتعالى إيه، في يوم من الأيام سأكون عالم كبير، في يوم من الأيام سأكون مؤلف كبير، في يوم في يوم في يوم في يوم ستموت يا مولانا. أيوه هموت، الحمد لله، نسأل الله السلامة. طب اعمل للموت مولانا يا إنسان، فلن تجد يقين الإنسان يصدقه ويكذبه إلا الموت. قل حتى لا تقتل النفس بصدق المجاهدة لن يحيا قلبك بأنوار المعرفة. يا سلام، يحيا بأنوار إليها المعرفة. وأعلم أن المعرفة هنا بمعنى العلم، أنوار المعرفة بمعنى إيه؟ العلم. وأعلم أن بعض مسائلك التي سألتني عنها لا يستقيم جوابها بالكتابة والقول. في أمور، في أمور لا تدرك بالكتابة. أنا أريد أن أعرف أن فلان يحبني، يكتب لي جواب I love you، يكتب جواب صح، يكتب كده ينفعش أقول هذا. في أمور لا تدرك. من يصف لي شعوره بالسعادة عندما يتعلم معلومة؟ في واحد عندما يتعلم معلومة أفضل ما يأكل أكله. من يستطيع أن يصف لي طعم السكر والعسل؟ من يستطيع؟ رجل لا يستطيع الجماع، اسمه عنين. عنين تعرفون سبب من أسباب أن ترد المرأة الرجل، عنين يعني الآلة لا تنتصب، فلا يستطيع الجماع. وهذا العنين أرسل إلى صديقه متزوج، قال له صف لي لذة الجماع. فالإنسان عندما يجامع زوجته يعني ما المتعة، ما هي المتعة التي يجدها؟ فأرسل الرجل له خطابا، قال كنت أعلم أنك عنين، لكن ما كنت أعلم أنك عنين وأحمق. يعني أحمق مجنون غبي، عنين وأحمق وغبي. نعم، لأن طعم الشهوة ها يذاق ولا يوصف ولا يكتب. صف لي شعورك الآن أيام هذه، يعني مبسوط؟ مبسوط كيف مبسوط؟ يعني أنا فرحان. طيب كيف فرحان؟ يعني أنا سعيد. طيب كيف سعيد؟ يعني أنا أضحك. طب عندما تضحك ماذا تشعر؟ يشعر بين إنسان عندما يضحك، يشعر أن بطنه يطلع فوق من تحت. هذا الأمور لا توصف، لا توصف. صف طعم السكر، الله جميل أوي. طب كيف جميل؟ مش عارف. هذه أمور تزاق ولا تكتب، تزاق ولا تكتب، تعرف ولا تكتب. فهو الشيخ بيقول سؤالك أنك لماذا نتعلم هذا العلم في مزاق، في أمور تزاق ولا تكتب؟ إيه اللي يخلي إنسان يترك الدنيا وما فيها ويجلس على قراءة كتاب يوم يومين أسبوع أسبوعين سنة سنتين شهر شهرين؟ لذة، لذة ليس بعدها لذة. عندما نقرأ حديث وننتهي منه، شوف شوف أجمل شعور لطالب العلم والشيخ عندما ينتهي من آخر كلمة في الكتاب. شوف لما تمشي كده رحلة كتاب، يعني نحن نقرأ هذا الكتاب في آخر يوم ستجد فيه سعادة عند الجميع، عند الشيخ وعند الطلاب، انتهينا من كتاب. سبحان الله، في لذة. إيه اللذة دي؟ دائما الأمور بالخواتيم، في ثواب من الله، في منحة من الله، في سكينة من الله تنزل عندما ننتهي من كتاب. هذا الكتاب يوم القيامة يأتي، يا رب شفعني فيه، فما من عمل خير تفعله إلا ويشفع لك. هذا الكتاب يشفع لنا يوم القيامة أننا عبدنا الله به، أنه كان سبباً في أننا نعبد الله، يشهد يوم القيامة. العلم يشهد يا مولانا، العلم يشهد يوم القيامة، القرآن يشهد يوم القيامة، كل يشهد يوم القيامة. لكن صف لي طعم وحلاوة ومذاق شعور الإنسان عندما يختم الكتاب. صعب، هو يزاق ويترك ولا يهد ولا يوصف.
وليبتلى. إن لم تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي، وإلا فعلمها من المستحيلات لأنها ذوقية، وكل ما يكون ذوقيا لا يستقيم وصفه بالقول، كحلاوة الحلو ومرارة المر لا تعرف إلا بالذوق، كما حكي أن عنينا كتب إلى صاحب له أن أرغفني لذة المجامعة كيف تكون، فكتب له في جواب: يا فلان، إني كنت حسبتك عنينا فقط، الآن عرفت أنك عنين وأحمق، لأن هذه اللذة ذوقية، إن تصل إليها تعرف، وإلا لا يستقيم وصفها بالقول والكتابة. أيها الولد، بعض مسائلك من هذا القبيل. يعني بعض مسائلك في السؤال: ما فائدة هذه العلوم التي نتعلمها؟ فيها ما كتبناه هنا، وفيها ما كتبناه في الإحياء، وفيها ما نريد أن نكرره لك، لكن فيها البعض الكثير أنه يزاق ولا يكتب، يزاق وليها ولا يكتب. وأما البعض الذي يستقيم له الجواب فقد ذكرناه في إحياء العلوم وغيره، وقد ذكرناه في الإحياء وغيره، لكن الشيخ لا يريد أن يحرج الطالب، سيعيد وفي الإعادة حلاوة، وهذا الكتاب هو مقدمة يوصلك إلى بداية الهداية. بداية الهداية كتاب خطير قوي، ممكن نقرأه هنا، بس مش عارف نقرأه إمتى، قبل يوم القيامة. بداية الهداية هو خلاصة إحياء علوم الدين، ومن قرأه يفهم إحياء علوم الدين، وهذا الكتاب يمهد له. خلاص نقرأ بداية الهداية. بداية الهداية هو خلاصة إحياء، وقد كتبه بعد الإحياء. إيه الهداية؟ بدايتها الطاعة ونهايتها الطاعة. خلاص، لذلك سيتكلم فيه في الفقه، وسيتكلم فيه في آداب اللسان وفي آداب الكلام. كتاب جميل، هو بداية الهداية للغزالي. شوف بعد: أيها الولد، ما أيها الولد؟ أيها الولد يقول في كلمة واحدة أن العلم المجرد لا يكفي، فلا بد من علم وعمل. أدي أيها الولد، بداية الهداية بداية الطريق إلى الله الطاعة، ونهايته الطاعة. فإذا وصلت إلى درجة الطاعة فاعلم أنك قد أحييت علوم دينك. فإحياء علوم الدين بالعلم والعمل. بالعلم والإيه؟ هذه خلاصة حياة الشيخ، خلاصة كتب الشيخ. إيه سر عظمة الإحياء؟ أنه كتاب تكلم عن فقه الظاهر اللي هو الفقه الشافعي، وتكلم عن فقه البواطن وهو إصلاح القلب. هذه جمال إحياء علوم الدين. رأي والله أعلم، أننا لو قرأنا بداية الهداية هتكون رحلة جميلة ومباركة وسهلة، وأكبر من ده 4 مرات، لكن رحلة جميلة أوي، جميلة 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 عندما نقرأ بداية الهداية. فإن شاء الله تدخله عاصي، تخرج منه من الأولياء، لكن الأولياء لا يأتي منه، قد ممكن يدخل من الأولياء يخرج من الأشقياء، فلا نريد. فنحن شوف جرب كده هذا الكتاب، لو تطبقه تتحول إلى أولياء. خلاص، أن تلبس طاقية الأولياء إليه لازم يلبس طاقية. خلاص، حتى لو تلبس طاقية حرمية زي ما حمد كله لبس طاقية، ما عدا أنتوا منحرفين دول لابسين من غير طاقية. ليه مش عارف ليه يا مولانا مش عارفين لبس طاقية؟ ونذكر هاهنا نبذا منه ونشير إليه فنقول: نبذا من بعض الأسئلة التي تحتاج إلى كتابة. يأخذها من مين؟ يأخذها من الإحياء، فهنا في إحالة في الأول، لكن الشيخ قد لا يطلع الطالب على الإحياء فذكر. قد وجب على السالك 4 أمور. ما معنى السالك؟ السالك هو من يسلك الطريق إلى الله، لا تسلك بلاغه، أن الوصول إلى الله لابد أن تسلك طريق، لابد أن تسلك إيه؟ هذا الطريق الذي تسلك فيه، كلما تخطو خطوة كلما تنتصل إلى الله.
خطوة تصل إلى الله كأنك تسلك. يقول لك من يريد أن يذهب إلى مدينة نصر يسلك الجانب الأيمن، يعني يمشي في الجانب الأيمن. ومن هنا يقولون للمريد سالك، يعني سالك أي سلك الطريق إلى الله سالك. أول الأمر اعتقاد صحيح لا يكون فيه بدعة. لأن الاعتقاد الأساس، وكل ما خالف العقيدة باطل. رجل يعتقد أن لله شريك ويصلي ويصوم ويحب، باطل. رجل يعتقد أن الله عاجز، باطل. رجل يعتقد أن الله له صورة، باطل. رجل يعتقد أن الله يحل في الأشياء، باطل. رجل يعتقد أن الله غير موجود، باطل. رجل يعتقد أن الرسل غير معصومين، باطل. رجل يعتقد أن الرسل يرتكبون المعاصي، باطل. رجل ينكر وجود نبي من الأنبياء، باطل. لازم عقيدة صحيحة. إيه العقيدة؟ العقيدة هي إيه؟ حد فاكر؟ أي تعريف للعقيدة؟ تعريف شيخ ينسى. فيش تعريف عقيدة؟ معرفة ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله وفي حق الرسل والسمعيات. هذا تعريف بسيط للعقيدة، موجود في كتاب عقيدة العوام. ايه العقيدة؟ معرفة ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله وفي حق الرسل والسمعيات. ايه رسل عقيدة؟ الهيات، نبوات، سمعيات. بالمعرفة، ايه المعرفة؟ الاعتقاد الجازم الناشئ عن دليل لا شك فيه ولا وهم فيه ولا ظن فيه، يقين. فإذا صحت العقيدة صح العمل، فإذا فسدت العقيدة لازم يفسد العمل. رجل يصوم ويحب ويصلي ويزكي ويتصدق لكنه ينكر نبي اسمه عيسى، كافر ولا مسلم؟ يقول أن هناك نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كافر وخاتم النبيين. رجل يعتقد أن الرسول يقتدي بالفواحش، صح الله كده. اثنين. والثاني توبة نصوح لا يرجع بعدها إلى الزلة. التوبة، التوبة يعني الرجوع. الرجوع إلى مين؟ إلى الله. كيف يرجع الإنسان إلى الله؟ بتحقق شروط التوبة، علشان تكون التوبة نصوح. ما هو من الممكن أن تكون التوبة من الفم ليست من القلب. كلنا نقول استغفر الله وتوبنا إلى الله ثم يعصي، ويقول استغفر الله وهو يعصي، ينفع؟ توبة لها شروط. واحد، الندم على الفعل الذنب. اثنين، الإقلاع يعني الابتعاد عن الذنب. ثلاثة، النية الصادقة يعني العزم على أنني لا أعود إلى الذنب. أربعة، إذا تعلق الذنب بحق من حقوق المخلوقين وجب رد الحق إلى أهله. أنا أسرق هذا الموبايل ثم أصلي وأستغفر الله وأبكي، لا فائدة ما دام الموبايل في يدي. توب إلى الله، ترد إلى مين؟ من صاحبه. كله من الأول، حاضر، من الاثنين، من الأول. التصوف له ألف تعريف. من الأول، وهو مأخوذ من الصوف أو من الصف. ولا من أول الإنشاد؟ التوبة. شروط التوبة. نعم، شروط التوبة. وقال عيد من الأول، شيل جاهز، عايز من الأول أقول شيل جاهز، ما عندناش مشكلة خالص. من بعد المنشد العلم المجرد، أنا على عطل إيش بص في كمبيوتر، إنت تدوس على الزرار شيل أكلم خلاص. التوبة الرجوع إلى الله. الأصل أنك تائب، الأصل أنك لا تعصي.
المعصية هي التي تطرأ من وسوسة الشيطان إليك، عشان كده الإنسان يرتكب المعاصي. فإذا ارتكب الإنسان المعاصي وجب على الفور، ليس على التراخي، على الفور أن يتوب. قد يموت، يموت عاصي، قد يموت الإنسان، يموت عاصي، استغفر الله. واحد، الندم على فعل الذنب. رجل ارتكب الزنا هو ندمان أنه عصى الله، هو ندمان، هو خائف يوم القيامة سيترك اللحم الطيب الجميل ويأكل اللحم النتن العفن. الزنا 5 دقائق 10 دقائق شهوة ولذة، بعدها عذاب طول الحياة. الزنا، الزنا، يطلع رجل على عورة امرأة كم ساعة؟ نصف ساعة. طب وبعدين شوية حيوانات منوية تدخل في رحم المرأة، قضى شهوته. طب وبعدين ألم وعذاب مدى الحياة علشان متعة نصف ساعة يتألم مدى الحياة. أنا أسرق هذه الزجاجة، أتمتع قد إيه؟ أنا أتمتع 4 دقائق عندما أشربها، بعد كده انتهى الأمر. لكن هي تسري في بطني إذا كانت من حرام، ويتكون جسدي منها إذا كان من حرام، وجسد نما من سحت فالنار أولى. عشان 5 دقائق متعة أدخل النار، استغفر الله لا نريد. مش عاوزين. هنا مولانا لازم يندم على الذنب. طيب ما فائدة الندم وهو جوه الذنب؟ هو ندمان أنه يزني ويزني، ثم ندمان أنه يزني ويزني، لا، ندمان لابد أن تبتعد عن الذنب. الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب، تبتعد. الشرط الثالث مولانا، نعم، ذقت طعم الطاعة، نعم، ذقت طعم التوبة، نعم، اعزم أنك لا تعود إلى الذنب. لماذا قلنا العزم ولم نقل النية؟ لأن النية الآن، وأنا الآن تائب، لكن العزم في المستقبل، قصد الشيء مع التراخي في فعله اسمه عزم، قصد الشيء مقترنا بفعله اسمه نية. فأنا الآن يا مولانا أنا تائب، لكن الخوف أنني غدا أرتكب المعاصي، ومن هنا التراخي في فعله، قصد الشيء مقترنا بها. كده لو ذنب عادي، لكن هذا الذنب متعلق بحق آدمي. أنا أسرق الموبايل، أنا أرده، أنا قلت، أنا أسبه، أنا أقول له معذرة، أعتذر إليه، كده. فإذا تعلق الحق بحق من حقوق الله يبقى 3، الندم والتوبة والإقلاع والعزم على عدم الفعل. أما إذا تعلق بالآدميين وجب رد الحقوق إلى مين؟ إلى أصحابها، بالتوبة النصوح. والثالث استرضاء الخصوم حتى لا يبقى لأحد عليك حق. من المفلس يا رسول الله؟ هو أسأله من المفلس؟ قالوا من يأتي ليس له مال ولا درهم. قال المفلس من جاء يوم القيامة وعنده حسنات لكنه ضرب هذا وشتم هذا وظلم هذا، فكل واحد من المظلومين يأخذ منه يأخذ منه، فوجد نفسه بدون حسنات. أين الحساب على الصراط؟ ماذا تحت الصراط؟ ها؟ جهنم. فعندما قلت حسناته وزادت سيئاته وقع في النار، فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار. الحساب على الصراط. ومن هنا استرد الخصوم، لا تجعل أحد يغضب منك، لا تظلم أحد، رد الحقوق إلى مين؟ إلى أصحابها. والرابع تحصيل علم الشريعة قدر ما تؤدي به أوامر الله تعالى. إيه علم الشريعة؟ فقه. هيا نتعلم أحكام الحج،
لو نزل بلي الحج، أحكام الصوم غدا رمضان، أحكام الزكاة غدا رمضان، أحكام الصلاة كل يوم نصلي، أحكام الوضوء كل يوم. فخذ من العلم ما نسميه فروض العين. في كتاب اسمه فروض العين، ممكن برضو نقرأه مرة أخرى. إيه فروض العين؟ عقيدة باختصار، العبادات باختصار، بعض أمور في البيع والشراء اسمه فروض العين، يعني يعطيك ما يلزمك حتى تعبد الله على علم. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. الشيطان يخاف من العالم، لكن العابد الشيطان يلعب به. العالم يستطيع أن يضيق مداخل الشيطان، لكن الشيطان مع العابد يفعل مع كل شيء. خلاصة الكلام، لا بد من عقيدة. خلاصة الكلام، لا بد من توبة صادقة. خلاصة الكلام، لا تجعل لك أعداء، تجمع لهم الحسنات. أنت كده تجمع الحسنات لمين؟ أعداء. سيبه يعمل عشان نأخذ حسنات. كان عبد الله بن مسعود ذهب إلى رجل وأعطاه طبق من تمر. رجل الأدب: لماذا تعطيني هدية؟ قال: لأنك تهديني ثوابك. هذا الرجل كان يسب ابن مسعود ويتكلم في غيبته، فابن مسعود يعطيه طبق طعام هدية. ليه؟ قال: لأنك تهديني حسناتك. فكلما تسب ابن مسعود تأخذ حسنات، كلما تذكر ابن مسعود بالغيبة والنميمة ابن مسعود يأخذ حسنات. فأنت تصلي وتصوم وتجمع الحسنات حتى تعطيها لمين؟ لابن مسعود. فابن مسعود يكافيك أن يعطيك طبق من التمر هدية، لأنك إيها تهديني ثوابك. آخر حاجة: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. يا ريت تحفظ الأربع حاجات دي، يا ريت تعرف العلم المجرد معناه العلم من غير عمل، يا ريت تعرف مثال من ذاق عرف، مثال الأحمق العلمين. كنت أظن أنك علمين لكنك صرت أحمق وعنين. يا ريت تلخص، تلخص من الكتاب العناصر. يا ريت تعرف أعداءك الأربعة: النفس والشيطان والدنيا والهوى. يا ريت تعرف أن النجاة إذا خالفت هواك. يا ريت تعرف أن النفس ثلاثة: مطمئنة وأمارة ولوامة. مين اللوامة؟ هي التي تفعل الشر ثم تتوب إلى الله. لا أقسم بالنفس اللوامة، أي أقسم بالنفس اللوامة. في استفادة من الدرس يا شباب ولا قد ولا لم يوجد استفادة؟ استفدتم؟ أكيد.